المفضل أن تقرأوا رسائل الماجستير التي تتحدث عن أوقاف مصر الأوقاف المصرية في الدول الإسلامية، وتقرأوا عن الوحدة الأزهر التي كانت تستقبل على أحد الأوقاف برج مصر تستقبل أبناء العالم الإسلامي. فالأوقاف المصرية أوقاف صناعة التاريخ، بل مولت الأوقاف المصرية هذه مولت موشنة في زمننا في أزمنة ما ومقاوم المستعمرين على مدى تاريخ العالم الإسلامي. إذا فنحن في مكان ليس عاديا وليس بسيطا، وهو ظهير لا نعود إليه لننطلق منه. إن الأمم عندما تريد أن تنطلق تعود إلى تراثها وتعود إلى تاريخها لتتخذ منه منصات الانطلاق. وأنتم طلاب العلم يعلمون أن الصاروخ لو منصة انطلاق وقوة الدفع تساوي قوة الانطلاق كما تعلمون. هذه القوة التي نملكها في مصر هي التي تساعد مصر على الانطلاق، تساعد مصر على المقاومة، تساعد مصر على دحر الأعداء. أما الرجل الذي نحن بحضرته، وأنا أحدثكم كشاهد على التاريخ، فأنا أتابع وزارة الأوقاف لأكثر من 25 عاما، أحكي لكم حكاية. وهذه الحكاية تخص أن في أول تولي معالي الدكتور محمد مختار جمعة مسؤولية الوزارة، دعوناه في جريدة الجمهورية فتشرف بالحضور وحدثناه كشيخ، فحدثنا كإعلام، وحدثناه كرجل يخطب على المنابر، فحدثنا كاقتصادي، وحدثنا كمؤرخ، وحدثنا كفيلسوف، فخرجنا مدركين أن هذا الرجل سيصنع شيئا مهما لهذه الوزارة. كان المفكرون في جريدة الجمهورية جميعهم مشاركون في هذا، كان المفكرون في جريدة الجمهورية مشاركين في هذا النقاط، فخرج الجميع يقولون إن هذا الرجل سيكون له شأن وسيصنع لهذه الوزارة شيئا. استطاع هذا الرجل أن يتجه إلى عقلية إدمان، ويتجه إلى ما يصاب، أنه هو مارس الدعوة، أديب وشاعر وقارئ ومثقف، ومارس الدعوة الإسلامية، يعني عاش في أرض الواقع، فأخرج للأئمة لكي يطوع مداركهم، وهم مطورون بالفعل، مقاصد الفقه المقاصدي، والفقه المقاصدي جاء فيه كيف يفكر الإمام في النص القرآني والنص النبوي بما قاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة حتى لا تعرفونها هي خمسة، وهو يرى أنها ستة حسب ظروف الزمان والمكان، وهناك علماء متحدثوا في ذلك، وهي حفظ النفس والعقل والتدين والمال والعرق، وأضاف لها الوطن. لماذا أضاف لها الوطن؟ لأن لكل زمان هناك في قاعدة البلاغة، لكل مقام مقال، وقاعدة الحياة لكل زمان ظروفه ولكل زمان احتياجاته، فأصبح الوطن في مشكلة، فأضاف هذه الكلية السادسة للكليات الستة وبالمقاصد الشريعة. الفقه المقاصدي يتعامل مع النصوص الدينية بمقاصد الشريعة وبالمتغيرات التي حدثت. وأخرج قواعد الفقه الكلية، قواعد الفقه الكلية وأنتم علماء وستكونون علماء وقادة، هي الأسس التي يبني عليها الفقيه فتواه. وكان في الماضي الفقيه يقرأ أمثلة، يحفظ أمثلة زي ما حفظ أمثلة الرياضة وأمثلة الفيزياء وأمثلة الكيمياء عشان لما تيجي في الامتحان، لا، هو قدر كتابا عن قواعد الفقه حتى لا يحتاج الفقيه إلى أن يحفظ.
ولا مختلف تماما عن مكتبة في مصر وغيره ولا مكتبة في كليات، لكن التنظيم أو الجماعة أو الحاجة اللي هي كتلة واحدة لها اتجاه واحد ولها أهداف واحدة، سواء تتعلق بمصالح الوطن أو لا تتعلق بمصالح الوطن، فإنها تسعى إلى تحقيق أهدافها. وأنا أدعو معالي الدكتور محمد مختار جمعة ليحدثكم، وأعتقد أنه سيكون حوارا ثريا. شكرا فيلي، شكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين، وبعد. فبداية يسعدني أن أهنئكم جميعا بما وفقكم الله عز وجل له من تفوق واجتهاد، وأسأل الله عز وجل أن يتم عليكم هذه النعمة. والحقيقة من قلبي وكل وجداني أشكر الأخ العزيز الفاضل الأستاذ فريد إبراهيم على كل ما قدم وعلى جهده وشخصيته المتميزة كتابة وأدبا، وأنا سعدته أن قرأت عددا من كتبه، وهو شاعر كبير وله ديوان محترم، ونسأل الله له مزيدا من التوفيق. والأستاذ الأرض العراقي نائب رئيس تحرير الجمهورية أيضا، وحقيقة بنرحب به وبنشكره على تواجده معنا وعلى أيضا ما يقدم من فكر عاق، وكل الشكر والتقدير لصحيفة الجمهورية ولإدارة التحرير الأستاذ عبد الرازق توفيق على تبني صحيفة الجمهورية وإسهامها الكبير وعنايتها البالغة بأوائل طلابنا من طلاب الثانوية العامة في رحلة هي في غاية الأهمية. أنا متأكد أنكم إن شاء الله بإذن الله كزملائكم بعد هذه الرحلة التي تنظمها صحيفة الجمهورية ستعودون بعقل آخر ومكاسب أخرى رغم قصر المدة. فالاطلاع على الثقافات والحضارات أمر بالغ الأهمية، وفي بداية عصر النهضة كان للبعثات العلمية إلى أوروبا أثر كبير في نهضة مصر. ونبدأ ببعض النقاط وبعض النصائح. الحقيقة استحضرني أمر في أمر هام جدا قبل ما ادخل في لب الموضوع حتى يعني تتنبهوا له. احيانا بعض طبعا ده بس مجرد تنبيه للخطة، وقالوا صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. أنا قبل ما أتكلم عن الاجتهاد هتكلم عن الجانب ده عشان حتى نتنبه، لأن دي تجربة عمر طويل ومديد، وأنتم ربما سمعتم هذا لكن بنأكد عليه بتجارب محددة. قالوا ربما لا يكون من الصعب جدا أن تصل إلى القمة، ولكن من الصعوبة البالغة أن تحافظ عليها. أحيانا بعض الطلاب يتهيأ له ظروف في الثانوية العامة ربما لا تتهيأ لزميله، وليس شرطا اضطراديا أن يكون أول الثانوية العامة هو أول الكلية. أنا أعرف بعض الأصدقاء والزملاء كانوا قد حصلوا مراكز متقدمة، أحدهم حصل على المركز الثالث، لكن عندما أبهرته الأضواء وانخدع بالأضواء وانشغل بالعلاقات، وبعضهم ربما وقع في تجارب عاطفية مبكرة لم يكن تكن في أوانها أخذته إلى طريق آخر
وبدا المكان من اوائل الجمهورية. في السنة الاولى جاب جيد، السنة التانية جاب مقبول، بعد كده بدأ يطلع بمادتين. القصة حقيقي عدد كبير جدا. بعض زملائنا في الازهر كان خد المركز الاول على العالم في حفظ القرآن الكريم، ثم عندما انشغل بجوانب الاعلامية والناس بقى تمشي ويخيل اليه ان الناس كلها عندما انزل الى القرية لابد او الى البلد الناس وانشغل بالانا النفسية، تعثر تعثرا كبيرا. النجاح يحتاج الى جهد غير طبيعي للمحافظة عليه، وستدخلون في منافسات. ليس احيانا نبقى احنا اتنين من اوائل الجمهورية في كلية واحدة، يطلع لك ثلاثة لم يكونوا من الاوائل وتلاقيهم هم اوائل الايه الدفع، لانك خد بالك في طبعا يعني معنا الاستاذ رضا وفريد وكل السادة العلماء، ودي مهمة جدا، مخطئ من يعتمد على رصيده السابق. واظن استاذ فريد يأكد لي ان كثير من كانوا يحسبون على العلماء في مقدمة الصفوف تجاوزهم الزمن. هو يقول لك انا ده انا الشيخ فلان، انا يعني لا، العالم. وذاك كنت اقول للجماعه الدكتور امن الموجودين القيادات الكبيره، اقول لهم فريق الشباب ده هو الصغير ده لو ما انتبهتوش هيتجاوزكم، والزمن لا ينتظر احدا. وبعدين لا تعتمد على، ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقولها انذا. انا افرع عن هذا المعنى معنى جديدا ربما يعني لم يخطر لي الا في هذه التوقيت. ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول ها انذا. ويقول عمرو بن الطفيل: اني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. فقول أنا وإن كنت شريف ابن شريف إلا أنني سموت بجهدي، حتى أن بعضهم قال ليت أبي لم يكن فاضلا. ليه؟ الناس تقول لك بقى ده ابن فلان، بقى لا العالم الكبير يجيب هذا الرجل اللي مش. فقال لأن الولد الخامل إذا قص عن رتبة والده النابه كان ذلك ذما له. إذا قص الولد الخامل عن رتبة والده النابه كان ذلك يعني حملا عليه. هذا ده المعنى الأصلي المفهوم. ليس الفتى من يقولها أنا زودا للناس كلها حفظاه. أنا الحقيقة أفرع عنه ليس الفتى من يقول كنت كذا بالأمس. انا كنت زماني الاول، طب بس دلوقتي بقيت ايه؟ خد بالك انا كنت زمان، طب يا سيدي دلوقتي الا خارق، ده انا كنت زمان بطلع، طب ودلوقتي ما بطلعش الاول ليه؟ اشمعنى زمان؟ ده انا كنت بطلع الاول، طب وانت بطلع ايه اللي عطلك؟ اذا عندما خد بالك لا اهلك ولا المجتمع ولا الناس هتسامحكم مجتمعيا لو قصرتم. يعني انت عارف لو زميلك اللي مش طالع من الاوائل لو جاب جيد جدا بالنسبه له الناس تقول لك ده فلته، انت الناس مستنيه لك تجيب الامتياز، وامتياز متفوق. يعني لو في طب مش امتياز من 85 تجيب 98، انا بكلمك جد لو جبت جيد جدا يقولوا خاب، لان الناس خلي بالك. ليه بقى؟ ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لو واحد دي امكانياته محدوده وما اجتهدش خلاص هو عمل، لكن الناس عرفت ان انت عندك امكانيات بدليل ما انت طلعت من اصل. يستحيل او يستبعد او يصعب ان واحد فيكم يكون حصل من اوائل الثانويه غش او مخادعه، لابد لو ما عندوش امكانيات ينجح ممكن لكن يجيب الاوائل لا. فالناس عارفه ان عندك امكانيات، فلو اتفاجئت فيك تتصدم. فلازم برضو خد بالك، هذا كما اعطاك ميزة جعل عليك ايه حملا ضخما ان تعمل على تأهيل
نفسك. واحيانا يبقى فيه حسن توفيق عالي لابد ان يصقل بمواهب اخرى. وسترون ان المنافسة لن تكون ايه؟ لن تكون سهلة. بعضكم، انا اسأل بس سؤال، كم حد من الاوائل مدارس لغات اجنبي، مدارس لغات كم واحد؟ يعني 4 أو 5. اتفضل. ما شاء الله كلكم موفقين. الطريق لم ينتهي عند حصولك على ما يؤهلك لكلية القمة، وانما يبتدئ. الطريق لا ينتهي، وانما الطريق من هنا. وبدل ما انت كنت بتنافس على مستوى محدود داخل نطاق، انت دلوقتي هتنافس، يعني انت عفوا، من يلتحق مثلا بكلية الطب؟ كلية الطب السنة دي واخدة كام؟ 98 اظن، 4 من 10، يعني 98.1. نعم؟ في كليات يعني اقل. على كل، يعني انت داخل على 99، يعني المجموعة دي كلها في دايرة 1% فوق. انت الاول، خد بالك برضه، تفرق، خدوا بالكم كخبرة مصحح، وانا كأستاذ جامعي اصلا، انا لما اجي اصحح في الثانوية احيانا والورقة بتاعتك جاية وسط 50 واحد خايب، لما في المدرسة او متوسط ويلاقي واحد يعني، لكن انت واحد متفوق وسط مجموعة متوسطة، فورقتك منورة وسطيهم. ده انت داخل مع 1200 واحد، ال1200 واحد كلهم في مستواك. فعشان انت تتميز بينهم لابد ان انت ان تقوم بجهد استثنائي، وان تكون انت استثنائيا. وبعد كده، بعد رحلة الجمهورية بالسلامة، تكتسب هنا خبرات، تبدأ بقى لا تأخذك الأضواء بلا الناهية، لا تأخذك الأضواء، وتركز في الايه؟ في دراستك وجديتك. في عدة نقاط. لا شك ان لا يبنى مجتمع ولا يمكن ان يبنى الا بالعلم. وهناك دول كثيرة وتجارب متعددة، ربما ان شاء الله في الزيارات التي ستقيمها لكم الجمهورية تقفون على بعضها، ربما لا تمتلك موارد طبيعية كثيرة، وانما تمتلك عقولا منتجة مفكرة وبلغت اعلى درجات الاقتصاد بالعلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل واقلال. اروني امة، اي امة؟ اروني امة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني. العلم والقوة معا. الامر الاهم، ودي قضية مهمة جدا، قضية الانتماء للوطن. خليك مؤمن بهذا الوطن، وان هذا الوطن كان سببا فيما انت عليه ونعمت به. وللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. النقطة الاهم بقى اللي ممكن يدخل ليكوا لها بعض الطلاب المنتمين الى بعض الجماعات، نقطة الدين، وهو فاهم ان احيانا كان دخلوكوا في اسم غلط، ان الجماعة دول بتوع الدين والجماعة دول بتوع الايه؟ الدنيا. لا الدين ولا الدنيا متعلق لا بالزي ده ولا بالزي ده، ولا بالتخصص ده ولا بالتخصص ده، ولا بالشهادة دي ولا بالشهادة دي، بل بالعكس بقى، الحمل هنا أشد. ليه؟ لأن زي ما هياخد ثواب العلم الشرعي، تقصيره يعني زي المسجد الحرام، الصلاة 100,000 ركعة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعلى قد دي. حاجة تانية، احيانا بعض الناس يتوهم خطأ، او انا اذا كناش احنا مشايخ امال مين يخش؟ يعني احنا بتوع ربنا، لحد هيدخل الجنة بالزي ولا بالشهادة
ولا بنوعية الوظيفة. هو إن أخلص لله في وظيفته أو أنت أخلصت. طب هل كل الآيات اللي، لأن طبعا خلينا واقعيين، في عصور من عصور عدم الفهم الصحيح، كان كل الناس ما يخطبوا في الجامع عن آيات العلم وأحاديث العلم يحملوها على العلم الشيخ. هنجيب نحلل النصوص القرآنية وممكن نبقى نطبع المقال ده أشرف ونوزعه لهم موضوع العلم النافع، نوزعه للشباب. ربنا قال إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القرآن محكم، لو عايز يقول العلم الشرعي كان قال العلم الشرعي، أوتوا العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين، ما قالش العلم الشرعي برضه. كلمة خد بالك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، الناس فهم أهل الذكر يعني الشيخ بس. أهل الذكر لما يبقى عندك حاجة في الطب تسأل الطبيب، في الهندسة تسأل، اسألوا أهل الاختصاص، اسأل أهل الاختصاص. عليك إنما يخشى الله من عباده، وفاكر أول ما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء كأنه عايز برضه فاكر كده على إيه. طيب الآية دي جاءت عند الحديث عن الآيات الكونية، بعد الحديث عن الآيات، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان، وكذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. علماء الطبيعة والكونيات والفضاء عندما يتعمق في آيات الله الكونية يدرك عظمة الله في الكون. فآية إنما يخشى الله من عباد العلماء جاءت بعد التفكر في الكون ولم تأتي تعقيبا على مسألة شرعية. نحن لا نقلل من العلم، بالعكس لا نقلل، بس ربنا قال إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لو كلنا واحنا تعلمنا بس الفقه، طب مين اللي يتعلم الطب، ومين اللي يتعلم الهندسة، ومين اللي يتعلم الصيدلة، ومين اللي يتعلم الميكانيكا؟ وأنا يمكن في تجربة لازلت أذكرها، كنت أدرس في إحدى الدول وكان طلاب كلية التربية بعضهم كان مضحوك عليه من بعض الجامعات اللي موجودة في كل، كانت موجودة في كل مصيبة. أدخل الحصة الواد بتاع فيزياء ألاقيه بيشرح حديد، التاني بتاع كيمياء ألاقيه بيشرح حديد، الرياضيات ده أنت بتطلع جيل مفرغ. أقول له أولا اللي هو بيفهم في الدين ولا متخصص في الدين؟ طب لو كل بقى أنت في لو أنت في الثانوية العامة كله دخل شرح لك دين، طب مين علمك الكيمياء والفيزياء؟ كان زمانك طالع الى مؤاخذه لا تفقه شيئا في العلوم التطبيقيه وتخش الكليه، ولا انت ولا يمكن حتى تحقق تفوقا. كنت اقول لمعلم الفيزياء انت عايز تخدم دينك بجد؟ علم لي الطلاب الفيزياء صح. انت عايز تخدم دينك بجد؟ علمهم لي تخصصك، علمهم لي الكيمياء صح. طب انت وبقيت مع استاذ طبيب جراحه، انا عايز اعلمك اصول الجراحه، والشيخ في الجامع هيعلمك الدين. انما ده هو داخل ساب الجراحة وقاعد يقول لك تعالى حفظ القرآن، قرآن حفظ، دي مش شغلته حفظ القرآن. كنت دايما اقول المجتهد من يركز في عمله وتخصصه، والغافل من يترك عمله الى عمل غيره. ثم ربنا هيحاسبه لو ما علمكش الطب، لكن مش هيحاسبه. عارف علمك الدين ازاي؟ باخلاقه وأمانته وصدقه واحترامه لمواعيده وجديته. لو الأستاذ بيدخل لك على أول المحاضرة ويخلص وينتهي في نهايتها وأنت حاسس إنه جد وراجل محترم ومش همه يبيع المذكرات ولا همه يضيع وقت، هو ده الدين الحقيقي. لو دخل لك متأخر ربع ساعة وثلث ساعة وقال لك كل الأحاديث النبوية وكل الآيات، الدين فيه أنت ما تطبقش على نفسك الدين ليه؟ ولو الدين ده ينبغي ان يطبق عليك انت الاول مش علي انا. فالعلم عشان بس حد يقول لك يعني في تدينك سواء كنت مسلما او مسيحيا او ايا كان، هناك اساسيات دينك انت بتأديها. وقت الصلاة صلي صلاتك، الصيام تصوم، انت شاب تجتهد ان تصوم من النوافل ما تستطيع، تعين الزملاء، تعين الضعيف، انت بتأدي فرائض الاسلام لا تقصر فيها.
لا تقصر في فرائض دينك، لكن مع الاجتهاد لهذا. وبعدين بالمناسبة يمكن قلت في خطبة الجمعة أمس إن برضو العالم بلا أديان غابة مظلمة متوحشة شديدة التوحش. الإنسان الذي لا يخاف الله لا يوثق به. العالم بالأديان غابة متوحشة، لأن أيضا عندما حدثت الموجات التطرف بعض الناس بدأ يخاف من الدين، حتى إن لما تلاقي بعض ده بعض المشايخ ربما ولو بيتكلم عن الدين بحماس شوية يقول لك لحسن يقولوا عليا أنا بقيت جماعات متطرفة. أكلمك جد، لا، لابد أن نستمسك بالدين استمساكا قويا. وأنا حابب أحيي الأستاذ فريد، احنا عملنا كتاب ونوزعه لكم النهاردة عما خطأ الإلحاد، عمل عليه 3 مقالات رائعة. ليه؟ لأن احنا مش عايزين الناس تروح الطائف التاني، وخد بالك لا احنا عايزين التشدد ولا عايزين التسيب والانفلات والانحراف، فهذا خطر وهذا خطر. الإنسان الذي لا دين له إنسان أجوف. ماذا يبقي؟ الذي لا يخاف الله لا خير فيه، لا الوطني ولا النفس ولا المجتمع ولا أمان له ولا ثقة. فنحن نريد الوسطية دون إفراط أو تفريط. لا تتجرف إلى التيارات المنفلتة أو المنحرفة، وإنما عليك أن تحافظ على أساسيات دينك وقيمك وأخلاقك، ولا أن تذهب إلى الطرف الآخر. أنتوا جات فترة كده موجة في الثمانينات، يعني كان بعض الشباب في كلية طب وهندسة وصيدلة يعني استغفلتهم بعض الجماعات المغفلة أصلا. كنت تلاقي الطالب في ثالثة طب يجي سايب طب ويقعد قدام الجامع يبيع سواك ويبيع ريحة ويبيع كتب ويقول لك الدنيا ملعونة وملعون ومن فيها. واحنا وفي مرة كده واحد يقول لك ايه، لقيت واحد في مرة كده جاي شاب بيقول لي في الثمانينات او في التسعينات بيقول لي انا كنت قاعد مع جماعة معينة ما احبش اذكر جماعة باسمها، قالوا احنا كنا قاعدين بنعيط امبارح بنبكي. تبكوا على مين؟ قال لك نبكي على اللي عندهم عربيات. انا ما كانش عندي عربيه يا ابني، قلت يا عم كان عندهم عربيات بيبكوا عليها يجيبوا لي عربيتين، ده هم كانوا بيبكوا قصيد. يقول لك بنبكي على اللي عندهم عربيات، اصل يعني اللي عنده عربيه ده الدنيا خدته وبقى من الضالين. وبالمناسبه في الكتب اللي هنوزعها عليكم، الزهد ليس الزاهد من لا مال عنده. مش الزهد الراجل اللي ثيابه مهلهله ومقطعه وبعدين ومطول سبحته ولو وما تقول لك يا اخي وعمال كده يعني ايه، ده لا ده استعباط، ده بالزهد. ليس الزاهد من لا مال عنده، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. الزهد مش عمليه شكليه، الزهد عمليه قلبيه. واحد عنده ملايين وبينفق في سبيل الله وبيقعد زهد، لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته صلاء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واحد معاه 1000 جنيه ولو جدح طلع منه جنيه لمسكين ومتبت عليهم كده، وده كان معاه مليارات. العبرة الزهد مش عملية شكلية، الزهد عملية إيه؟ الزهد عارف ايه؟ طب اللي ما معهوش حاجه يزهد في ايه؟ اللي ما عندوش يقول لك انا زاهد، وانت جالك وزهدت. ولذلك الزهد الحقيقي ان تملك الدنيا ولا تنشغل بها. الزهد الحقيقي انك تملك وتزهد. زي عطار بن شداد، هل سالت الخيل ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع انني اغشى الوغى واعف عند المغنم مغانم قدامي لو عايز اخدها، مغانم لو اشاء حويتها، ويصدني عنها الحياة وتكرمي قدامي ونمشي. مغانم لو اشاء حويتها، ويصدني عنها الحياة وتكرمي. الامر الاخر وده للمشايخ قبلكم حقيقي وهم في دوره مهمه،
الاجتهاد في طلب المال او الشهرة يفشلك. خلي بالك، اوعى تقولوا كده في ذهنكم احنا بكره بقينا نجوم اعلاميين. اكرمك بجد، مهم انك تأدي اداء جيد، لكن لو بقيت، وطبعا الاساتذه ان كانوا موجودين معاكم من الاساتذه ربما بعضهم موجود الان، يوم ما يبقى عينك على الناس مش هتنجح. يوم ما تبقى صاحب رساله تؤديها بانكسار لله هتنجح. كان معايا مره، فمره كده اول ما القنوات فتحت اياها، وكان معانا زميل واستاذ في ايه؟ في كليه من الكليات، واختفى، عارف قطع نفس، ربنا خفاه كده. كان جت موجه تسمع انات المشايخ على الموبايل، ياخد كلمه قطعه كده وانات. فاحنا كنا لسه شباب وبدانا يا دوب نطلع جديد، وكان في ناس، والاستاذ فريد عارف والاستاذ فريد عارف، تمثل البكا عشان ياخد دي الناس تنزلها له على الايه. كلهم فين الان يا عم فريد؟ فين كل هذه المجموعه؟ ولا واحد منهم ربنا بارك فيه. لاني نرجع عند ربنا، انما فابلك ان شاء الله هيعمل لك، ده احنا هيعملونا يعلقونا صور على الكراي. كل اللي مشغول بالصور والمزلقانات والظنات ما بيفلحش. اكلمك جد، اذا استهوتكم الدنيا بحب الظهور او بالصائش السريع كبر أربعة لوفاته. خلاص، الإمام عبد القاهر الجرجاني يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما أو رجلا عن ساحة الذل أحجما. يقولون هذا مشرب، قلت قد أرى. مش قال أشوف، يمكن أشوف، مش في دماغه. يقولون هذا مشرب، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، ولم أقض حق العلم إن كان كلما. والأستاذ فريد والأستاذ رضا في المجال والسادة الأدبيين عارفين، كل الناس اللي حاولت تاخد العلم مطية للفلوس ما نجحوش لا في العلم ولا في الفلوس. حتى لو نجح في الفلوس خسر مكانته وقامته، خسر حاجات كتير. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأدنيه ذلة. أدور شحت به ده، لو اشتغل أي حاجة تانية كان أكسب له. أأشقى به غرسا وأجنيه زنة، إذا فاتباع أو ابتياع بالرأيتين، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولم أبتزل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، ولو أن أهل العلم صاموه صامه، ولو عظموه في النفوس لعظمه. الامر الاهم، وبمناسبه التعجل في الشهره، كثير بعض الطلاب ممكن يوفق في بعثه خارجيه او حتى داخليه، يستعجل ايضا الدنيا والعمل والمكسب السريع، ايضا على المدى البعيد يتاخر. احنا دخلنا الجامعة في فترة كان في ايامها بعض الدول تفتح مجالا امام الطلاب، وعدد كبير من زملائنا من الطلبة سافروا الى دول عربية او اوروبية، يسافر شهرين ثلاثة الصيف، مش عايز اذكر اسماء دول، يجي راجع جايب بدلتين حلوين مش عارف ايه وجاي فاكر هو. فناس كتير جدا حتى من المتفوقين استعجل وسافر، بعضهم تعصر علميا. وحتى عندما كنا معيدين بعض الناس استعجل العمل الخارجي والإضافي إلى جانب عمله، أيضا بعضهم تعصر وبعضهم
كمل، لكن كان من الممكن أن يكون أفضل لو صبر قليلا. وقال أعط العلم كلا يعطيك العلم بعضا، فإن أعطيت العلم بعضا لم يعطيك العلم شيئا. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. في فروض الكفايات بتحتم علينا ان نتحصن بكل انواع العلوم العصرية الحديثة. فلو زي ما قال القرآن الكريم، فلولا نفع من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يجب ان تنفع طائفة لتتمكن في الطب، وطائفة لتتمكن في الصيدلة، واخرى في الهندسة، واخرى في كل فنون وعلومنا العصرية، حتى نكون قد فهمنا نصوصنا نصا فهما صحيحا. فلولا نفع من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة جماعة. طيب ما هو لو كان بقى كان قال فلولا نفعوا ليتفقهوا في الدين كلهم، طب ما هو الباقي ما هو سايبوا لك عشان الطب والهندسه والصيدله والكيمياء والفيزياء والرياضيات. اذا الايه فقط النفير لا يكون فقط في الجانب الشرعي، وانما يكون النفير في كل ما يقيم حياه البلاد والايه والعباد. 1700 فصل محو اميه في محافظه سوهاج وحدها. والحقيقه ده طبعا كان استضفنا مسؤول التعليم الكبار، واكثر من 5000 واحد تم محو اميتهم محوا حقيقيا. ويمكن حتى احنا قلنا ان محو الاميه لا يقف عند مرحله القراءه والكتابه، وانما يتجاوز الى مواصله التعليم الكبار، وده المفهوم الاهم، هو تعليم، لانه تعليم تتابعي. النقطه اللي انت بتقول عليها دي نقطه مهمه جدا. احنا كل مساجدنا الجديده عملنا نماذج جديده وتصميمات، ففي كل المساجد الكبرى بنحاول نعمل فكره اللي انت بتقول عليها المسجد الجامع، ان دلوقتي احنا فتحنا حوالي اكتر من 2000 فصل محو اميه، فتحنا 1050 مدرسه قرانيه في المساجد تحفظ الاولاد قران مجانا، فتحنا 268 مدرسه علميه في المساجد. في عدد من الخدمات بيقدمها المسجد الان في تنشيط دور البر. فاحنا كل المساجد الكبرى الان بنحولها لمساجد جامعه لتؤدي هذا الدور. اتفضل. شكرا جزيلا. اتفضل. المدرسه القرانيه دي هدفها فعلا الاطفال. احنا لغايه دلوقتي افتتحنا بنتوسع، يمكن حضرتك مثلا ربما في منطقه معينه لكن ما سالتيش، واسماء المساجد دي موجوده على موقع الوزاره بالاسم. فتحنا 1050 مدرسة الهدف منها تحفيظ الأطفال ماذا يصل من القرآن وتعليمهم الأخلاق والأداب. إضافة إن إحنا عنينا في الجانب ده أيضا بموضوع الوعظات، وبنتوسع فيه. إن الوعظة هي بتكون أقضى على التعامل مع الأطفال ومع السيدات ومع البنات. وصلنا حوالي 260 واعظة، 230 واعظة، وبنتوسع في عمل الواعظات بحيث ان احنا فعلا نكون مهتمين. كبار السن بنعمل اليوم المدارس الثقافية. ان شاء الله بنؤمن ان هذا العام صعب. المال 19-20 يشهد نقلة معينة في مجال استثمارات الأوقاف ودورها في خدمة المجتمع. احنا في نهاية شهر 6 وقعنا بروتوكول مع وزارة التضامن بنقدم بموجبه 200 مليون جنيه للقوى الأكثر فقرا. وقعنا بروتوكول يوم الخميس الماضي لتأسيس 1000 شقة 30 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية
في المسمارات. من مشروعات خدمة المجتمع الهامة جدا مشروع صكوك الأضاحي. والحقيقة مشروع صكوك الأضاحي ده الحقيقة أقول لكم على حاجة، تجربة حصلت شخصيا أكثر من مرة معايا، مش هقول لكم على حد. مشروع عائد بكل ما تعنيه الكلمة في وصول الخير إلى مستحقيه الحقيقيين. في وليس معي فقط وإنما مع عدد من الزملاء. لو جه واحد فكر يذبح في العيد رأس من البقر، ياخد يومين العيد مشغول بيها، يروح لا إما عايز يروح المجزر وده الأصل، يبقى عايز عربية وينقل الأضحية إلى المجزر ويقعد يستنى الدور وقاعد عليها، وبعد ما يطلعها عايز عربيتين عشان يشيل الحاجات. وإما بقى كثير من الناس بيستسهل ما يروحش المجزر، يذبح خارج المجزر، يخلي كل العمارات بقى الدم وكذا والأصايل البيئية. هذا جانب. الجانب الثاني بالذات من يذبحون البقر، مفيش حد في الناس 90% غير محترف في حفظ اللحوم. وانا اكثر من زميل قال اللحوم لو ما بتتلفش، يعني في ناس قالت تلفت وفي ناس تقول لك تبقى خلاص، يعني انت ايه لما تحط كمية ما انتش محترف انك تجمدها وما عندكش مجمد طبيعي، تنسى مرة بقى، يعني انت مش بوزعها كلها في دقيقة، يعني لو انت هنا لك اهل في البلد وعايز تودي، وحتى وتقعد توزعها لو انت عندك مثلا 500 كيلو، طب عايزك تلف على 500 بيت، هتروح بنفسك تلف على 500 بيت وتودي لدول، فجزء بيتوزع وجزء توزعه بكره، تاني بكره لو بس انت نسيت باب الثلاجه اتفتح تصبح تلاقي نص اللحمه لباظت لقربت تتلف. الحقيقه عن تجربه شخصيه والزملاء اثبت ان مشروع الصكوك انفع للفقير. الضبط انت هات، احنا الاضحيه ب 1800 جنيه بتترجم ل 18 كيلو ونص لحم بقري صافي احمر تذهب الى المستحق. طب انا عايز واحد يروح يجيب خروف ب 3000 جنيه ويطلع منه 18 كيلو يوزعهم. ده الناس كان عادتها لو هو واولاده خدوا البتاع طيبهم وشواهم خلاص. فالحقيقه هي او يعني انفع للفقير. واحنا بنخش بقى مش احنا اللي بنعمل كمان، تخيل اقول لك على حاجه، احنا متعاقدين مع التموين على 5000 راس بقر. استيعاد، نعم استيعاد من دوله السودان الشقيقه، لانك ثروتك الحيوانيه لو دخلت في وقت واحد ذبحت 5000 عجل بلدي في وقت واحد تنهك ثروتنا الحيوانيه. فده جزء كمان امن قومي غذائي. حاجة التانية التموين، وزارة مهيئة ليس لديها أدنى فاقد، يعني هي عندها الثلاجات الضخمة، عندها الجزارين المحترفين، عندها التجميد، بيطلع بياخد الكيلو اللحمة من القاهرة يسلموا لك في أقصى منطقة في الجنوب أو في الشمال متجمد زي ما هو، لأن عنده آلية تجميد وعنده عربية نقل مجمدة، وعن قصة فيها لوجستيات لا يمكن أن تتحقق. النقطة الثانية، لو إحنا أنا في العمارة اللي أنا فيها مثلا أو اللي جنبي، أو ممكن تلاقي حد ساكن في منطقة شوية في منطقة كويسة، هتلاقي العمارة مثلا فيها 20 ساكن 10 منهم كل واحد ده بعجل. طب وإحنا خلي بالك والعمارة اللي جنبي برضه فيها 7 والتانية فيها 5، كلنا ربما ما نعرفش إلا البوابين بتوع العمارات. فالتاب والباقي راح فين؟ هتوزع، خد يا ابني، خد تقول لي باب خد ده يوزع على اصحابه، يبقى اذا التاب والباقي ما انتش عارف توديه فين. في حين ان هناك فقراء حقيقيون يحتاجون الى هذا. فعمليه ايجاد في مناطق اخرى حالتها وظروفها اصعب، وربما تلاقي في قريه والناس فقراء 5 6 ده مضحيين كل واحد ذبح خروف، والعمدة ولا شيخ البلد هو اللي ذبح له عجل موزع على نصه على يعني على الاقارب والبتاع، والفقراء الحقيقيين
ليتم الوصول إليه. إحنا هدفنا ناخد من المناطق المتأثرة ومن الناس المتأثرين لنذهب إلى المعسرين ونذهب إليهم بصورة أدمية محترمة ونذهب إليهم بلحمة تؤكل بمعنى الكلمة. فالحقيقة هذه أنا والله ربما خلال هذه الأيام الله يا أستاذ رفائيل وكل الإخوة أقسم بالله على المستوى الشخصي تدينا أنا بأقتنع إن موضوع الصكوك نقلة نوعية في موضوع صكوك ده. أنا أقول لكم على حاجة، السعودية المملكة العربية السعودية الشقيقة أحيانا بيبقى في ما بين 2 ل 3 مليون حج، ده عليهم الهدي غير الكفارات والكلام ده. كان زمان تطلع مثلا مليون واحد يذبحوا في الجبل، طب مين اللي هيلم ومين اللي هيقطع ومين اللي هيتجمل؟ انت بتذبح هياخد حته كبده وحته بتاع ويسيبها. لا ده في ناس حضرتك كان يعني واحد يروح له 50 كيلو وواحد ما يروحلوش. لا انا بقول لك على هناك، تتخيل لو انت عندك 3 مليون هيذبحوا في وقت واحد، والمملكه مشغوله بعمليه التنظيم والحرم والطرق وطاقتها مستنفره في المطارات والطرق والمناسك. طب مين بقى هيجيب لك 2 3 مليون راس ويذبح ويسلخ ويعبي ويجزر ويجمد وينقل؟ طب تخيل بقى كان ما انت شفته كان لا، وبعد فتره كان ممكن قبل هذه الفتره يبقى حتى كم، لكن عندما تذهب بطريقه علميه عن طريق مشروع الصكوك، وانا بطمن فتوى قبل بها ربنا، انت مجرد ما دفعت الصك ابرأت ذمتك امام الله، ومن اخذ يتحمل مسؤولية الأمانة وتوصيلها على الوجه الأكمل. إن الصك الهدف أن يصل ذلك إلى مستحقه. طب أفضل ناخد الصكوك وتوصل اللحوم دي لكل الناس في كل فقاع العالم، ولا كنا نسيبها تهضر في مكان واحد؟ أيضا إحنا السنة دي هدفنا إن شاء الله نصل لمليون أسرة. لو متوسط الأسرة 4 أو 5 يعني انت وصلت بلحوم صكوك الاضاحي الى 4 أو 5 مليون مستغلين من الاسر الاولى بالرعاية. والحقيقة في اقبال كبير جدا. اخر 24 ساعة كان حصيلة الصكوك 3 مليون جنيه في يوم واحد. احنا الان تجاوزنا 2 مليون جنيه على الاقل، لان 38 اللي اعلننا عنه دول اللي اتلموا في المساجد. لكن انا متوقع ان الرقم ممكن الان يكون قارب 50 مليون جنيه بما دفع في البنوك وما تم في مؤسسات الجامعه الاخرى، وبنامل نصل ل 100 مليون جنيه. هذا مشروع شرعي بنسبه 100% وطني انساني مجتمعي. ان شاء الله يبقى القدور الى جانب عملكم في المشاركه الاجتماعيه والانشطه الجامعيه. ومرة أخرى بنهنئكم وبنتمنى لكم التوفيق، وبنشكر صحيفة الجمهورية على عنايتها بأوائل الثانوية لسنوات عديدة.